لا تنحرج من فشلك، تعلم منه وابدأ من جديد. ريتشارد برانسون. غريب كيف عنا دايماً هذا الاستعداد إنه نستمر بتجريب كل الأخطاء اللي جربناها من قبل بدون أي ملل، وبنجربها بالصبر اللي بنستمر نجرب فيه نسخ جديدة من نفس الأخطاء. اليوم الظروف والضرورات هي اللي بتصنع اتجاهاتنا الفكرية ورغباتنا في الإصلاح، ولكن الإصلاح بحاجة إلى أفكار جيدة وجديدة. أنا شخصياً كتير مهتم بفكرة الممكن المجاور اللي تقريباً صرت أستخدمها بكل مرة بحتاج أني أطلع بفكرة جديدة على صعيد العمل أو على الصعيد الفكري. ولما نعرف كيف نبتكر من الممكن المجاور أو الأدجيسنت بوسيبل، راح تقودنا لدمج الأفكار بطريقة سريعة، وراح تقودنا للفكرة الكبيرة الجديدة في أي مجال كنا فيه. وممكن نحول الأشياء العادية والمملة في حياتنا لأفكار عظيمة. الأدجيسنت بوسيبل نظرية ابتكرها عالم أحياء اسمه ستيوارت كوفمان، وتكلم عنها ستيفن جونسون في كتابه Where Good Ideas Come From، وهي عن طريق استعارة أفكار من ابتكارات تانية وتجميعها ليصير عنا فكرة أو اختراع أو ابتكار جديد. وهون بيكمن جمال الموضوع. هذا بيعني أنه إحنا مش المفروض نبلش من البداية، يعني عشان تبني كمبيوتر جديد مش المفروض تخترع كمبيوتر أو تكنولوجيا معقدة من الصفر. الكمبيوتر الجديد بتبنيه من الكمبيوتر اللي بين إيديك هلأ، وبتاخد فكرة من اختراع تاني وبتضيف من عندك فكرة، وبالنهاية بيطلع معك جهاز ما بتتوقع إنك ممكن تخترعه. يعني ببني فكرتي على فكرة غيري، استغلال الموارد والمصادر المتاحة عندي وخلطهم لخلق استخدامات جديدة. هذه العملية عرفناها عن نشأة الحياة. قبل ظهور الحياة على الأرض، كوكب الأرض كان مسيطر عليه مجموعة من الجزيئات البسيطة، الأمونيا والميثان وثاني أكسيد الكربون وشوية أحماض أمينية ومركبات عضوية بسيطة أخرى. كل هذه الجزيئات كانت قادرة على التحول إلى سلسلة من التغييرات والتبادل والتصادم مع جزيئات أخرى لتشكل شيء جديد. الميثان والأكسجين اتحدوا ليشكلوا المياه على سبيل المثال. فكر فيها زي بيت بيتوسع بطريقة سحرية مع كل باب بتفتحه. بتبدأ بغرفة فيها 4 أبواب، كل باب بيوديك لغرفة جديدة ما دخلتها من قبل، فيها 4 أبواب جديدة. وهيك هدول الأبواب الأربع هم الممكن المجاور، وهذا هو مسلك التطور، هو البحث المستمر عن الأدجيسنت بوسيبل. كل واحد منا بيعيش نسخته الخاصة من هذه النظرية، لأنه كلنا محاطين بطرق قادرين نكسر فيها الأفكار الروتينية والتقليدية. ولهيك المفروض أنه نبدأ نضع أدمغتنا في بيئات بتفكر بطريقة مبتكرة، فيها شبكات من الأفكار والأفراد المبتكرين. مش بس لأنه ممكن، بل ضروري وفرصة أنه نفكر بهذه الطريقة لنتجاوز أزمة تخلفنا عن الدول المتقدمة. فكرة الممكن المجاور هي أشبه لظل المستقبل، خارطة فيها كل الطرق اللي فيها بتمر من الحاضر للمستقبل، شد وتوسيع الخيال والاحتمالات إلى مداها الأبعد لنقدر نغير أوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا الفكرية. الأشباح النفسية اللي طردناها والتصادمات والتناقضات اللي انفرضت علينا وانتبهنا لها اليوم، المفروض إنها تصنع تغييرات كثيرة، منها تغيير التفكير نفسه وتغيير منطقنا ليتوافق مع تفكيرنا، وإعادة شحن أنفسنا بالحماس المفجر لطاقاتنا الإنسانية والفكرية عشان نعرف نبدأ صياغة تاريخ جديد، لأنه صار لازم نرفع جثثنا من الطريق.